مهزله يا قاضي. انا ابني رجع في بطولات يا قاضي. انا مش هسكت يا قاضي على الكلام الفاضي ده. اهدوا بس يا جماعه، ما حصلش حاجه. دي مهزله يا قاضي. محدش يعمل كده. انتوا بتضحكوا عليا ولا ايه؟ ايه اللي حصل يا قاضي؟ اسمعني يا قاضي. انا مش هسكت يا كاظم. بس يا حبيب، مش هسكت يا كاظم. بس يا بابا، ايه ده؟ في ايه؟ هو انتوا مش عيالكم وصلوا لكم لحد البيت؟ مش احسن ما كانوا يفضلوا مرميين في الشارع؟ حق عليا اني اتصرفت. مستر كاظم، انا دودو ابني رجع لي متبهدل وانا بدفع فلوس كتير قوي علشان يبقى مرتاح. يا فندم I am so sorry، اللي حصل ده مش مقصود، والباصز حصل فيها عطل مفاجئ. اه شفت؟ ما كانش زمان ابنك روح لك من اساسه. انت مين اصلا وبتتدخلي ليه؟ احنا بنتكلم مع صاحب المدرسه. ما انا كمان يا حبيبتي صاحبه المدرسه. ايه انت صاحبه المدرسه؟ ازاي يعني؟ ايه الكلام ده يا مستر كاظم؟ ممكن نركز في موضوع الباصص بس، نركز في حاجه واحده بس عشان الموضوع ما يتشتتش. لا حبيبي، ثانيه واحده بقى، عشان دول شكلهم كده ما يعرفوش. انا بيسه شركه طبلة شوكار في المدرسه، وليا نسبه زيها بالظبط. ها او ماي جاش، احنا لازم ننقل دودو. هو كرسي هيتنقل؟ ننقله بس ازاي في وسط السيمستر كده؟ الكلام ده حقيقه يا كاظم؟ لا تقريبا يعني، بس المدرسه زي ما هي، كل حاجه بيرفكت. خلاص احنا حلينا مشكله الباصص. وانا كمان حليت مشكله الميكروباصات وجبت لكم اتوبيسات زي الفل. اللي حابب بقى يركب مع كاظم ب 20,000 جنيه اتفضل، واللي حابب يركب عندي انا ب 10,000 بس ينورني. انا عامله تخفيض للنص. ايه قلتوا ايه؟ هاو المدرسة عندها الباصص بتاعتها. لا حبيبي، دي تجارة، والتجارة شطارة، والسوق اللي يحكم بقى. ايه؟ احنا معاك طبعا يا مستر كاظم، ومالناش دعوة بدي. ايوه طبعا احنا معاك يا مستر كاظم، بس لحظة واحدة قبل ما تطلع، بقول لك ايه؟ هذه الشخصية المريبة بتقول ان هي عاملة خصم النص، فاحنا ممكن نوفر النص ده، ازرق بيه شهر اعمل لك القصة اللي انت عايزاها. نو واي. طز في الفلوس، انا اهم حاجة عندي بنتي تفضل في نفس المستوى، ولما السمستر ده يخلص انا ليها تصرف تاني. قولي حضرتك ايه؟ انا دفعت 5,000 جنيه اشتراك الباص، وانا عايز اجي عندك، هيروح عليا. يا عم هدي ال 5,000 جنيه وسيبها على الله، ما هي ربحانه ربحان. بقول لكم ايه؟ اللي عايز يوفر وياخد خدمه احسن يتفضل عندي، انا مكتبي هنا في اخر الطرقه هنا اهو، يجي يمجي ويدفع. ها؟ مين استفتحنا بصلاته على النبي؟ ها؟ انا جدع. مين تاني؟ يلا، دي تخفيضات، فرصه مش هتحصل تاني. بتدفعوا دم قلبكم. ها قلتوا ايه؟ اللي بعد زي الفل زي الفل كده. تمام الكشك يا حاجه؟ اه يا حبيبي كويس. استنى، خد حسابك اهو. ايه ده؟ الفلوس دي ناقصه 150 جنيه. ايه 150 جنيه؟ ليه وانا عبيطه؟ ده انا شايله في الفلوس دي وانا لاقيها في الشارع. لا كده كويس، كده كويس، كده كويس. ايه؟ انا متفق معاكي على الحساب بتاع نقل الكشك ده، وقلت لي ماشي. انا قلت ماشي؟ لا ما قلتش، انا ما حصلش. لا معلش يا ابني، اصل انا عندي زهايمر. معلش وانا غلطان اني ما خدتش حسابي الاول. غلطان. توكل على الله، توكل على الله. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده انت بتدعي عليا؟ ايه يا لقيت الكف على وشك. امشي اطلع يا ابني. ايه ده؟ فيه ايه؟ بتعملي ايه يا وليه؟ يا ربنا ينتقم منك. خش جوه يا عبده، احسن لك ما تجري شكلي عصب. شكل ايه يا وليه؟ يعني انت جاي اقطع عليا ميه ونور وتقولي لي اجري شكلك؟ ما انا سايبه لك نص الدرفة عشان تتهوى. عايز ايه تاني؟ نص درفة ايه؟ انت بتهوى كلب. نص درفة؟ وبعدين ده شباكي، افتحه واكسره واهد الحيطه، انا حر. انت جاي قدام شباكي وترقدي؟ ما انا كمان يا حبيبي حره. ده الشارع يعني ملك الحكومه، وملك الحكومه يعني ملك الشعب، وانا الشعب. ولا يكونش اسمه شارع عبده الجعان وانا معرفش. احترمي نفسك يا شكشكه ولم لسانك. اجري اجري، خش جوه اجري، وبعد كده من هنا ورايح تبقى تكح قبل ما تخرج، عشان انا هبقى قادر. خلي عندك نخوه، المكان بقى فيه حريم. ايه يا اختي؟ حريم؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يعني انت خارجه من السجن عشان تيجي تسجنيني في بيتي؟ شيلي الخش ده من هنا، شيليه. يا عم ما تبقاش مقرف بقى، عرفتني. هي الوليه خدت عيله وطفشت منك من شويه؟ حنان حنان ما طفشتش يا شكشكه. لا بقى حنان رجع، حنان رجع رجع. بص على عينك، بقى لك 4 سنين بتقول رجع. دي اللي راجعه من سويسرا كان زمانها رجع. جبت كشك كمان يا سكسكه؟ طيب